كيف بيجي السؤال بي تشابتر 1؟ برمت الدورات كلها ما لقيت إلا اكسرسايز واحد يحكي عن سبرماتوجينيسيس. مرحبا، أنا مس سهى، بعلم بيولوجي من 2005، وهدفي إنه ساعد طلاب علوم الحياة إنه يوصلوا على الامتحان الرسمي، مش بس فهمانين البيولوجي، كمان بيعرفوا يحلوا يجاوبوا على كل الأسئلة، وبيعرفوا كثير منيح كيف بيكتبوا أجوبتهم تما يكونوا عم يخسروا علامات. كمان بساعدهم ليكونوا عم ينقبلوا بامتحانات الدخول على جامعات لبنان وغير جامعات. إذا أنتم أول مرة بتشوفوا هيدي تشانل، بليز اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس لحتى تكونوا أول مين بيعرف لما ينزل فيديو جديد. بهيدا الفيديو رح كون أنا وياكم عم نشتغل اكسرسايز عن سبرماتوجينيسيس، نطبق كم اكشن فيرب وبيناتهم اكشن فيرب انتو بتستصعبوه، وباخر هيدا الفيديو رح يكون في مفاجأة للطلاب يلي ما لحقت تحضر معي الفري ماستر كلاس يلي عملته الاسبوع الماضي. هلا خلينا نروح نحل الاكسرسايز. لكن خلينا نشتغل انا وياكم باكسرسايز له علاقه بسبرماتوجينيسيس. كتير مهم تكونوا عم تفهموا الجيفن وعم تعملوا هايلايت او تحطوا لاين تحت الاشياء المهمه بحال كان في اشياء مهمه. So the adjacent document shows the variation of the amount of DNA of a human germ cell in a testicle. شو يعني testicle؟ خلص قال لي male gonad، يعني أنا بدي بلش فكر لما يقول لي human germ cells يعني سبرماتوجونيا، يعني سبرماتوسايت 1. سو أنا هلا صار تركيزي كله بسبرماتوجينيسيس، وهيدا هو ال document اللي معي. سو عندي amount of DNA و 2QQQ/2، عند ال A B C D E phases of spermatogenesis هن ال A B C D E. so أنا مطلوب مني B number 1 to indicate the phases of spermatogenesis shown in the adjacent document. طيب أنا شو بعمل لما بينطلب مني to indicate؟ كل اللي بعمله إنه بقول الجواب بدون ما أشرح، بحدد. indicate يعني حدد. So شو هي الفيز A، شو هي الفيز B، C، D، E. اوكي، هلا انتو بتعرفوا انه بسبرماتوجينيسيس، وعلى فكرة رح كون عم حط لكم لينك سبرماتوجينيسيس تحت بالدسكريبشن، في عندي اربع فيز يلي هن المولتيبليكيشن، بيرجع عندي الجروث، بيرجع عندي الماتشوريشن، وبالماتشوريشن في ميوسيس 1 وميوسيس 2، واخر شيء عندي الديفرنشيشن او السبرميوجينيسيس. اوكي، سو اول مرحله اللي هي بيكون عم بيصير في عندي ماني مايتوسيس، هيدي بسميها شو؟ بسميها المولتيبليكيشن. اوكي، هيدي شو بتعني؟ هيدي الاشاره بتعني انه انا صار في عندي هون كذا مايتوسيس بس ما رسمتهم كلهم، ما في ارسمهم كلهم لانه كتير كتار. هلا البي شو صار عندي هون؟ البي صار في عندي انكريز in the amount of DNA، والانكريز in the amount of DNA بيصير بالgrowth، كرمال هيك البي هي growth. هلا نحن بنعرف من spermatogenesis انه لما بيصير في عندي اثنين decrease ورا بعضهم معناتها هيدي meiosis. اوكي، سو في عندي هون هيدي اللي بسميها meiosis 1، وهون هيدي بسميها meiosis 2. بما انه هن جزقوا لي اياها سي ودي، سو بطل فيي اقول بس maturation، سو مضطره انا اقول سي meiosis 1 of maturation with D meiosis 2 of maturation، وبيضل عندي آخر شيء الـ E اللي هي spermiogenesis، أو كمان في يقول إنه هي differentiation. انتبهوا بالـ differentiation الـ amount of DNA ما بيتغير، يعني لما السل تنتقل من لتكون spermated لحتى تصير sperm cell the amount of DNA ما بيتغير. اوكي، بس شكل المورفولوجي الستركتشر تبع الخليه بيتغير، بتنتقل من انه تكون راوند سيل لتصير elongated سيل يلي هي السبرم سيل. سو مثل ما شفتوا بالانديكيت ابدا ما بشرح. نيم ذا سيلز اف جي اتش اي اند جي، كمان بالنيم بقول النيم بس بقوله الاسم ما بشرح. اوكي، وانتبهوا لما بيقولوا لكم نيم، اوكي هلا اوقات ما كتير بحاسبوا عليا بس بدهم اسم،
ما بدهم abbreviation. يعني مثلا اعطيكم example، لنقول name ده gas، ما في اجي اكتب لهم O2 لانه O2 هو symbol بطل name، so بدي اكتب الاسم كامل، so ما تختصروا بالname. The cells F J H I N J. so اول شيء ال F، شو انا كيف بدي اتطلع، وين بتطلع لحتى احذر شو هي ال F؟ بشوف هي هيدي السل نتيجة شو. so ال F هي نتيجة هول الميتوسس. شو بتعطيني الميتوسس؟ بتعطيني سبرماتوجونيا. so ال F هي سبرماتوجونيا، ال J هي نتيجة هيدي الانكريس، هي نتيجة الجروث، كرمال هيك ال J هي سبرماتوسايت 1. ال H هي نتيجة الميوسز 1. شفتوا كيف عم فكر، عم شوف هيدي الخلية شو اللي عطاني اياها؟ سو عطتني اياها ميوسز 1. مين اللي بيعطيني او شو بتعطيني الميوسز 1؟ بتعطيني سبرماتوسايت 2. الاي هي نتيجة الميوسز 2 يعني سبرماتيد، اما الجي فهي نتيجة differentiation او spermiogenesis، كرمال هيك هي السبرماتوزوا او السبرم سيلز. على فكره انتبهوا، اوقات هن بيقولوا لكم locate the male reproductive cells on the graph. شو يعني locate؟ يعني انتو حددوا كل مطرح بالجراف اي سيل بتكون. سو انتو هون بتكون تكونوا قادرين تقولوا انه انا هون بيكون عندي السبرماتوجونيا، وهون بيكون في عندي السبرماتوسايت 1 and so on. so locate يعني انتو بتكون تحددوا مطرح كل سيل على الجراف. نوصل للاكشن فيرب يلي عملكن فوبيا. explain the variation of the amount of DNA بس بتنين فيز، بالفيز X بالفيز Y. تعوا انا وياكن نشوف لما بيكون عندي explain وعندي جراف، تبهوا explain وعندي جراف شو لازم اعمل. بدي امشي على مرحلتين. اول شيء بالاكسبلين بدي استخدم الدوكيمنت، وبما انه انا عندي جراف هون معناتها بدي اعمل انالايز لهيدي البارت من الجراف، اوكي؟ وبعد ما اعمل انالايز بدي جاوب على هيدا السؤال why I obtained these results. خلينا نمشي مرحلة مرحلة. عادة إذا أنا بدي أعمل analyze للأكس، يعني عندي هيدي الشقفة بدي أعمل لها analyze، شو بعمل بالanalyze؟ بدي أقول شو عم بيصير في عندي، بما أنه عندي values بدي أستخدمهم، عم تنزل يعني بدي أقول decrease، بما أنه أنا عندي unit بدي أستخدمه. so أول مرحلة شو رح تكون؟ رح تكون لكون أنا عم جاوب على هيدي، صح؟ رح كون عم قلن the amount of DNA per chromosome set in a cell decreases from هيدي 2Q to Q arbitrary unit. شو بكون انا عملت هون؟ بكون جاوبت على analyze. هلا شو يعني why؟ بالwhy انا بدي يكون عم بستخدم my acquired knowledge، الاشياء اللي حافظتها. اوكي why شو؟ بدي اشرح لهم السبب الكوز ليه نزلت. مش انا قلت بالanalyze انه كمية الدي ان اي نزلت، هيدي الانالايز، هيدي اول بارت. بتاني مرحلة مطرح ما بدي استخدم الحفظ، بدي اقول لهم ليه كمية الدي ان اي قلت، ليه برأيكم كمية الدي ان اي بالاكس نزلت من 2Q لQ 100%؟ لانه هيدي ميوسز 1، لانه عندي انا هون انا فيز 1، وبالانا فيز 1 بيصير في عندي separation of homologous chromosomes، ولانه في 23 كروموزوم بيروح لفوق من السل و23 بينزل لتحت، سو كمية الدي ان اي بالسل بتنزل للنص. هيدا من وين جبته؟ هيدا جبته من الاشياء اللي حفظتها. so because هيدي شو؟ هاي الانا فيز 1 مطرح ما الهومولوجس كروموزوم عملوا separation و migrate to opposite pole. so set of كروموزوم انقسم اثنين، طلع عندي Q، هن كانوا 2Q، كان عندي cell في بقلبها 2Q، بسبب الانا فيز 1 صار في عندي Q فوق وكيو تحت، كرمال هيك كمية الدي ان اي نزلت للنص. سو على طول لما يكون عندي جراف وبينطلب مني explain، اول مرحلة I have to analyze the results of this part او this graph. اذا عندي values انتبهوا، بدي استعمل increase decrease constant مع ال values مع ال unit، وبعد ما اعمل analyze بجي بقلن ليش صار عندي هيدا result، لي زادت لي نقصت لي ضلت constant، وجواب اللي جواب الواي بيكون شيء انا حفظته.
فيكم تعملوا بوز لهيدا الفيديو هلا وتجربوا انتو تجاوبوا على واي. اوكي، بس تجاوبوا على واي بترجعوا على الفيديو. سو بالواي، سو اول مرحلة عم بعمل analyze، كرمل هيك بقول the amount of DNA decreases، بس هالمرة from Q to Q over 2. عطول اذا كان عم ينزل للنص للربع لثلاث ارباع mentioned، يعني بدل ما تقولوا increase from Q to Q over 2 قولوا كمان للنص. اوكي، to its half. ليش؟ شو اللي خلى كمية الـ DNA هون تنزل للنص؟ لأنه هيدي أنا phase 2، مطرح ما بيصير في عندي separation of sister chromatid وكل set بيعمل migration to opposite pole. اوكي، سو إذا عندي explain في مرحلتين بدي امشي عليهم، إذا كان عندي explain لجراف يعني لresult of a graph. أول مرحلة بعمل analyze لهيدا الجراف، إذا في values، إذا في unit، إذا في variation بستعملهم. بتاني مرحلة بقول ليه صار عندي هيك. جواب اللي عادة 99% بيكون من الأشياء اللي أنتوا حافظينها. نوصل على آخر سؤال يلي هو schematize a cell. سو بدي أعمل schematize لسل واحدة في بقلبة 2n equal 4. أوكي، وإذا أنتوا حضرتوا الفيديو تبع الديبلويد والهابلويد كمان رح أرجع حط لكم إياه تحت بالدسكريبشن، رح تكونوا عارفين كيف ترسموا 2n equal 4. لأنه إذا بلشتوا من الأول ورسمتوا 2n equal 4 غلط، كل شيء حيطلع غلط. 2n equal 4 يعني ديبلويد، يعني عندي pairs، يعني عندي homologous chromosomes. يعني أنا بالسل لازم أكون عم برسم كل اثنين كروموزومز بيشبهوا بعضهم، هيدي هي 2n equal 4. during phase Z و X و Y. انتبهوا هون، مش بس الهدف ارسم لهم عدد الكروموزوم، الهدف يشوفوا اذا انا فهمت انه Z وال X وال Y هن انا phases. Z هي انا phase of mitosis، ال X هي انا phase 1، وال Y هي انا phase 2. سو بالثلاث مراحل رح كون عم برسم انا phase. اوكي، وبدي التزم ب 2n equal 4. سو باول مرحلة يلي هي بالفيز Z، شو رح كون عم بعمل؟ رح ارسم انا phase of mitosis و 2n equal 4. يعني انا رح اخد هيدي السل، انا بعرف انه بالانا phase of mitosis رح يصير في عندي separation of what؟ separation of sister chromatid. وبالانا phase of mitosis او بالmitosis in general the amount of DNA sorry the number of chromosomes ما بيتغير. اوكي، and therefore هيدا الكروموزوم رح ينقسم للنص، division of centromere separation of sister chromatid and therefore هيدا السيستر كروماتيد رح تطلع لفوق وهيدا لتحت. اوكي، لاحظوا انه انا عم برسم pairs، يعني كل اثنين كروموزومز بيشبهوا بعضهم. ليش؟ لانه الانا phase of mitosis بيصير في separation of sister chromatid، بس السل بتضل ديبلويد، يعني هول pairs بيضلون pairs وهول نفس الشيء. اوكي، هلا انتبهوا سكيماتايز هن ثلاث مراحل: الرسمه، ليبل يعني بدي احط استر، سبندل فايبر، سيبريشن اوف سيستر كروماتيدز، وبدي احط تايتل يلي هو انا فيز اوف مايتوسيس. سو رسمه وليبل وتايتل. اما بالاكس فهون بالاكس عندي الانا فيز 1، وبالانا فيز 1 شو بيصير في عندي؟ بيصير في عندي separation of what homologous chromosomes. شو يعني separation of homologous chromosomes؟ يعني هيدا الكروموزوم كله رح يطلع لفوق وهيدا رفيقه البير لقله رح ينزل لتحت، ونفس الشيء لهو. وكرمل هيك رح كون عم برسم اهول كروموزوم فوق واهول كروموزوم تحت. لاحظوا هون بنفس الميلة تبع السل ما بقى عندي homologous chromosomes لأنه انفصلوا. نفس الشيء رح كون عم بعمل label، يعني رح كون عم قول هيدي asterisk، هيدا spindle fiber، هولي non-homologous chromosomes، وهيدي أنا phase 1 of meiosis. أوكي؟ هلا لتكونوا عم ترسموا phase Y وما تكونوا عم تغلطوا فيها، نصيحتي أنه ترسموا السل اللي قبله. يعني الانا فيز احنا هلا بدنا نرسم انا فيز 2 صح؟ الاحسن انه انا اكون عم برسم على ورقه خرطوش الميتا فيز 2. سو بالميتا فيز 2 شو رح يكون عندي؟ رح يكون عندي هيدا الكروموزوم الكبير وهيدا الصغير يلي هن هول اثنين،
وشو عم بيصير عندي بالانا فيس 2؟ بالانا فيس 2 رح يصير في عندي separation of sister chromatid، وبالتالي في هيدا الكروموزوم فوق والجزء الثاني تحت، وهيدا كروموزوم صغير. لاحظتوا الانا فيس 2 كيف انتو اذا بتطلعوا هون ببطل عندكم pairs، سو ما بقى في مجال تغلطوا بين انا فيس 2 وانا فيس اوف ميتوسس، مع انه اثنيناتهم سيبريشن اوف سيستر كروماتيد. بالانا فيس اوف ميتوسس اذا بتطلعوا بفرد ميله من السل بتضلكم قادرين تشوفوا البيرز، اما بالانا فيس 2 بالميوسس 2 بنفس الميله ما بقى عندكم بيرز لانه اوريدي هن انفصلوا بالانا فيس 1. سو ما تنسوا بسكيماتايز انا عندي الرسمه التايتل والليبلينج. إذا أنتو قدرتوا تحلوا هيدا الإكسرسايز وكتبتوا أجوبتكن، بأكد لكم إنه مرة عمرة رح تكونوا عم تتحسنوا. إذا حبيتوا هيدا الفيديو بليز اعملوا له لايك، شاركوه مع حدا من رفقاتكن بصف علوم الحياة لتكونوا عم تساعدون. أما بالنسبة للطلاب يلي روحوا نهار عليهم بالفري ماستر كلاس أو صار عندهم ظرف وما قدروا يحضروا، حضرت لكم فيديو واحد بيختصر 3 أيام من هيدا التحدي. بهيدا الفيديو رح كون عم بختصر لكم كل شي شرحته بثلاث ايام الماستر كلاس، واخر الفيديو رح كون عم خبركن عن سوبر الاس بروجرام، البرنامج اللي بساعد فيه الطلاب لحتى يكونوا عم بيجيبوا هالقد علامات عالية بامتحانات رسمية. لا تقدروا تحضروا هيدا السمري يلي هو متوفر بس ليومين، فيكن تشوفوا الرابط تحت بالدسكريبشن. انا بشوفكن بفيديو جديد.